بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا مارلوقا البشير بركاته في Jesus for Christus ibshire mifnuti toch piun af shaini piu fa pinuti pi zikereya min mazamir taratil bin Dawud al Nabi wal Malik barakatuhu ala jami'ina amin يا رب إله القوات ارجع واطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة أصلحها وثبتها هذه التي أرستها يمينك الليل ويا مبارك الآتي باسم رب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأباد أمين وابتدى يتكلم مع الشعب بهذا المثل كان إنسان قد غرس كرما وسلمه إلى كرمين وسافر زمانا طويلا وفي الوقت أرسل عبدا إلى الكرمين ليعطوا ثمر الكرم فجلده الكرمون وأرسلوه فارغا فعاد وأرسل إليهم عبدا آخر فجلدوا ذلك الآخر أيضا وأهانوه وأرسلوه خائبا ثم عاد فأرسل إليهم الثالث فخرجوا هذا أيضا وأخرجوه فقال صاحب الكرب ماذا أفعل أرسل ابني الحبيب لعلهم يخجلون منه فلما رآه الكرمون تآمروا فيما بينهم قائلين هذا هو الوارث هلما نقتله لكي يصير لنا الميراث فأخرجوا خارج الكرم وقتلوه فماذا يفعل بهم صاحب الكرم يأتي ويهلك هؤلاء الكرمين ويعطي الكرم لآخرين فلما سمعوا قالوا حاشاه أما هو فنظر إليهم وقال إذن ما هو هذا المكتوب الحجر الذي رذله البناؤون هذا قد صار رأس الزاوية وكل من يسقط على ذلك الحجر يتردد ومن سقط عليه هو عليه يسحقه فطلب الكتبة ورؤساء الكهنة أن يلقوا أيديهم عليه في تلك الساعة ولكنهم خافوا الشعب لأنهم عرفوا أنه قال هذا المثل عليه والمجد لله دائما الآب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين المثل اللي سمعناه دلوقتي بيصور لنا الله يخلق الإنسان وده الرمز هنا هو الكرمة التي غرسها رب الكرم وجاب كرمين وقال لهم خلوا بالكم من الكرم ده وغاب زمانا طويلا وفي وقت السمر بعت ابتدى يبعت العبد الأول وبيقول المثل إنه الكرمين جلدوه وارسلوه فارغا وعاد وأرسل لهم عبدا آخر وجلدوا ذلك الآخر أيضا وأهنوه وأرسلوه خائبا والمرة الثالثة
جرحوا العبد الثالث وأخرجوه. ولما شاف كده صاحب الكرم قال طيب خلاص أبعت لهم ابني الوحيد لعلهم يهابوه يخافوا منه. بيقول المثل أنه أرسل إليهم ابنه الحبيب ولما رآه الكرمون تآمروا معا وقالوا يلا نقتل ابنه لأن ده الوارث فيكون لنا الكرم. والمثل هنا ممكن نطبقه في حاجات كتير، يعني الأمة اليهودية اللي رفضت السيد المسيح، لكن الأفيد لينا إن احنا ناخده ونطبقه أحبائي على نفسنا وعلى حياتنا الروحية، لأن كل واحد فينا هو عبارة عن كارما. الإنسان ده غرس، ربنا غرسه في الأرض واداله نعمة الحياة، واللي ربنا بيطالبنا بيه هو حاجة واحدة بس، الثمر. وقال لنا كده، حتى هو نفسه شبه نفسه، قال أنا هو الكرمة وأنتم الأغصان، وكل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، يقطع ويلقى في النار، وأما الذي يأتي بثمر فهذا ينقيه لكي يأتي بثمر أكثر. طب إيه اللي بيحصل للإنسان يا أحبائي؟ عشان الإنسان يقاوم ربنا ويقاوم صوت ربنا، لأنه كل واحد من العبيد الثلاثة بيمثلوا رسائل الله بيرسلها للإنسان في حياته، وكل رسالة تحمل صوت الله. والإنسان في حياته عموماً بيسمع صوت ربنا في حاجات كتيرة. ممكن نقول صوت بيجي عن طريق الكتاب المقدس، كنيسة، صوت بيجي عن طريق الأنبياء، الرسل، معاملات الله مع الإنسان. لكن في صوت أقوى من كل دول المفروض بيشتغل في حياتنا وإحنا صغيرين وبنتعلمه من الأب والأم بيسلموه لنا. الصوت ده أحبائي اسمه صوت الضمير، لأن كل إنسان فينا في صوت من الله اسمه صوت الضمير. حتى الناس اللي هم ما يعرفوش الإيمان المسيحي، وقال لنا كده الكتاب الذين ليس لهم ناموس هم ايه؟ ناموس لانفسهم. اللي ما عندهمش الانجيل لكن هم جواهم في ناموس، في ضمير بيعلمهم ايه الصح وايه الغلط. لكن الانسان احبائي أحياناً بيتعامل مع الضمير اللي هو صوت الله بالطرق مختلفة. طريقة من الطرق بتكون إن أنا مش عايز أسمع، أسكت ضميري، لأن الضمير بيوجعني، بيأنبني، بيطلب مني حاجات يا أنا مش عايز أعملها، يا إما الضمير ده بيخليني أعمل حاجات أنا مش بحبها، لأني بحب حاجات تانية أكتر من صوت الضمير، من صوت الروح اللي فيا، صوت الله. وعشان كده معلمنا بولس الرسول بيحذرنا من حالتين، قال لنا لا تحزنوا الروح، الروح اللي هو صوت الضمير اللي جوانا اللي احنا بنسكته دايما ونقوله مش عايزين نسمع لك.
واحيانا يقول لنا لا تطفئوا الروح. ده احنا مرات الروح ده اللي هو زي نار. الروح ده روح نار متقدة في حياتنا ونسكته برضو ونطفيه. لكن المرحلة الخطيرة اللي اتكلم عنها الكتاب في سفر الأعمال مقاومة الروح القدس. أنتم تقاومون الروح. اللي بيقاوم الروح القدس ده كلم عنه السيد المسيح في آخر مثل النهاردة وقال له قال لهم كده كل من يسقط على هذا الحجر يتردد، أما من يسقط عليه بيكلم على حجر الزاوية تقيل، لو وقع عليه حجر الزاوية ده يسحقه. ربنا بيصحينا أحبائي وبيصحي ضمائرنا النهاردة، لكن كتير إحنا بنكون عنيدين والعند بتاعنا ده بيخلينا نكسر الوصية. عشان إحنا في كل مرة بنكسر الوصية إحنا بنصلب ابن الله مرة ثانية، بنقتله تاني. جريمة القتل دي مش لازم تكون جريمة فعلية بأداة أو بسلاح، لكن الجريمة هي بتكون التغاضي عن صوت الضمير اللي في الإنسان. السيد المسيح في الموعظة على الجبل بيقول لنا قد قيل للقدماء لا تقتل، وأما أنا أقول لكم فمن قال لأخيه رقى. رقى يعني زي ما نقول واحد مغفل، يعني كلمة يعني رقى، فهو مستوجب الحكم يتحاكم يعني. وأما من قال لأخيه يا أحمق فهو مستوجب نار جهنم. ومعلمنا يوحنا بيقول لنا من يبغض أخاه فهو إيه؟ قاتل نفس. الضمير ده بس مش بس ناحية ربنا أحبائي، الضمير ده من ناحيتنا بعضنا البعض، لأنه الزوج اللي مش حاسس بمراته بمعاناتها وبألمها فين ضميره؟ الزوجة اللي مش حاسة بحقوق جوزها واحتياجاته فين ضميرها؟ الأب والأم اللي مش حاسين بأولادهم بيعانوا إزاي لما يشوفوا بابا وماما بيتخانقوا فين ضميرهم؟ لكن زي ما بقول إحنا الضمير ده بنحاول نسكته. كان فين ضمير قايين لما قام وقرر إنه يقتل أخوه هابيل الصديق؟ وده بيحصل معنا كتير، لأنه لما واحد فينا بيكون بيغير من حد أو بيحسد حد بيأذيه، لما الإنسان يحس إن أخوه الإنسان الآخر خطر عليه بأي شكل يحاول يأذيه. وأحيانا الأذية دي بتكون بطرق بسيطة جدا، زي إساءة السمعة، نتكلم من ورا ظهره، نطعنه من الخلف، فين الضمير؟ فين ضمير الكرامين دول اللي قرروا ان هم يقتلوا ابن الله؟ واحنا بنشوف النهارده او بنسمع النهارده ازاي انسان يحل لنفسه ان يقتل انسانا مسالما راعيا مكرسا خادما طاهرا قديسا.
بنتأذي بنتعب. لكن عايز أقول أحبائي، صوت الله لينا إن إحنا ما نكسرش الوصية مع ربنا بأي صورة. ضمائرنا تحتاج إلى اليقظة اليوم أكثر من أي يوم أحبائي، لأن صوت الله بيجي لنا كل يوم بيقول لنا اليوم يوم خلاص، والوقت وقت مقبول. ومعلمنا بولس بيقول إيه؟ أدرب نفسي كل يوم لكي يكون لي ضميرا صالحا من نحو إيه؟ الله والناس. ده الضمير الصالح. أحيانا في ناس كده يقولوا لك الضمير بتاعي ده تعبني قوي، بيوجعني، ما بيخلينيش أنام بالليل. برضو عايز أقول الضمير الحساس زيادة ده ضمير محتاج إنه هو يتعرف على حب المسيح ومغفرة المسيح، لأن الضمير المسيحي يعرف الصفاء من خلال الفداء ومن خلال الصليب. أحبائي، كل يوم ربنا بيبعت لنا رسالة. الرسالة النهاردة إن احنا نثمر، والثمر عشان يحصل يحتاج إلى ضمائر صالحة نقية طاهرة يقظة. نصلي من أجل هذا، ولإلهنا كل مجد وكرامة الآن والأبد، أمين.